تعمل ايه لو المشكلة الكبيرة دي حصلت لك؟ لو أزرار الرجوع اللي تحت بتاعة التليفون والزرار اللي في النص وقفوا؟ ساعتها انت مش قدامك حل غير ان انت تغير التاتش، الزرار اللي بيرجع والزرار اللي في النص ده، والزرار اللي بيجيب القايمة او القوائم اللي هي بتبقى مفتوحة او القوائم المنسدلة. طيب نعمل ايه؟ في حل سهل جدا جدا، بحيث ان انت بتلغي الزرار اللي تحت دي بتعتبرها مش موجودة، وبنعمل مكانهم على الشاشة كده البديل ليهم. في برنامج هننزله دلوقتي على جوجل بلاي هيحل لنا المشكلة دي تمام. طبعا التليفون اللي معايا ده شغال، يعني البريستات اللي فيه شغالة والزراير الرجوع اللي فيه دي شغالة، احنا هنعتبر ان هما مش شغالين وهنمشي بالخطوات وهنشوف ايه المفروض نعمله علشان نقلل تكلفة الاصلاح، لان في تليفونات هتتكلف ان انت تغير نص كامل الشاشة والتاتش مع بعض، ده في بعض الحالات، وفي حالات تانية ممكن تغير التاتش لوحده. احنا ممكن نحل المشكلة ديت من غير ما نغير التاتش خالص. هنفتح جوجل بلاي عندنا وهنكتب برنامج زر الرجوع، هيظهر لنا، هناخد اول برنامج ده وهنعمل له انستول. البرنامج بيحمل معايا. طبعا البرنامج لما يعمل انستول هيتظهر لي القوائم اللي انا بقول لكم عليها دي. كده البرنامج خلاص اتحمل عندي، هعمل له فتح. بمجرد ما انا بفتح البرنامج، البرنامج بيطلب مني بيقول لي لو سمحت ادخل لي داخل الاعدادات وخلي التليفون بتاعك يسمح للبرنامج ان هو يشتغل ويفعل على الشاشة. طبعا انا بخش اهو زي ما هو بيقول لي وبفعل الجزء ده اللي هو نوتيفيكيشن بار ده. كده خلاص بيقول لي ان خلاص البرنامج هيبدأ يتفعل على الجهاز وهيظهر في المنطقة ديت من الشاشة، فانا بقول له اوكي. خلاص انا عملت اوكي، البرنامج بقى بيجيب لي بيقول اهو جاب لي العلامة اهي، زي تليفونات هواوي كده وتليفونات بعض الانواع في شاومي وبعض الانواع في اوبو بتبقى موجود الجزء ده بديل الجزء اللي بيبقى مدمج في التاتش من تحت. هو كده ده تقريبا برنامج بيشغلها، ودي الخيارات عشان اقدر اعدل فيها لو انا عايز اطلعها لفوق انزلها لتحت، يعني بتتحكم في كل حاجة في البرنامج. وكمان بقدر اتحكم في الوان الايقونات، وبقدر كمان اعمل فايبريشن لو انا عايز اخلي الجهاز يهتز اثناء اللمس على هذه المؤشرات مفيش مشكلة. وممكن كمان اتغير اتحكم في الاتجاه بتاعهم، ممكن اخلي المثلث مكان مربع والعكس صحيح حسب ما انا كنت متعود على التليفون اللي انا كنت بستخدمه. كده المفروض ان البرنامج جاهز للشغل كده، وانا وفرت كده على نفسي تمن اصلاح التاتش لو التليفون بيتغير له تاتش بس، ووفرت كمان تمن اصلاح الشاشة والتاتش مع بعض في بعض التليفونات اللي بيتغير لها النص كامل، وكمان وفرت على نفسي الشاشة الاصلية والالوان الاصلية، وفي نفس الوقت استخدمت الجهاز عادي مفيش اي مشكلة. ومع الوقت هاخد عليه وممكن اصغر حجم الايقونات ديت لو هي مضايقاني يعني او حاسس انها كبيرة، برضو في اوبشن عندي في البرنامج بيتيح لي الكلام ده. طبعا انا هغير بقى، هخلي المثلث او زرار الرجوع تحت الرجوع بالظبط زي ما انا كنت متعود. تمام اهو ده مكان ده، واللي في النص مكان زرار الهوم، والزرار المربع ده مكان زرار الاوبشن او الخيارات. تمام كده تليفوني جاهز للشغل ان شاء الله، وهشتغل عليه عادي مفيش اي مشكلة. وياريت لو حضراتكم استفدتوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، وياريت تعملوا اعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله.